تسعد، لو عايز تسعد في دار الدنيا ودار الآخرة، إذا ما شئت في الدارين تسعد، وفي أوج العلا ترقى وتصعد، وتعطى الفوز والملك المؤبد، فأكثر بالصلاة على عليه محمد عليه الصلاة الصلاة الله والسلام. الله عليه الصلاة وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول. يا ربي صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام.